وصلنا معكم لملفنا الثاني واللي نتكلم عن دور الرياضة في نشر ثقافة السلام والمحبة. وسعيدة جدا أن يكون معي داخل الاستديو من إعلام المنتخبات الوطنية بالاتحاد السوداني لكرة القدم الإعلامي والصحفي الرياضي أستاذ أبو بكر الماحي. أهلا وسهلا بك. مرحبا بك أستاذة ومرحبا بكل مشاهدي قناة السودانية 24. الله يديك العافية. إحنا حنبدأ بمدخل اللي هو الطبيعي بنسمع في لحظة شكل عادية ولا نقاش وقولك خلي روحك رياضية. والموضوع ده ذاته دعوة تخيلي للناس إن شنو إن هي تتسامح مع بعض وإن هي تقبل الطرف الآخر وإن هي زي ما بقولوا كده الناس تخط الكورة وطعشة ما تعرف تتماشى مع الفكرة عموما بتاعت الاختلاف. نعم بكل تأكيد الرياضة هي ترويض للنفس وتعود على تقبل كل الصعاب وتقبل كل الأشياء غير السهلة على الإنسان العادي. لذلك يقول لك الإنسان الرياضي هو الإنسان الأكثر تحمل وخلي روحك رياضية فعلا إن شاء الله. تمام طب إحنا عايزين نقرب المسافات ونخلي المجتمع كله روحه تكون رياضية وقادر إنه هو يتقبل قادر يتعامل مع فكرة كان الربح كان الخسارة كان التفاصيل عادية ممكن تقوم تحصل، لكن عايزين نذكرهم يعني زمان تاريخيا والمساهمات حقة الرياضة والرياضيين في إن هي ساعدت علينا هي تنشر المحبة دي، ساعدت إنها تنشر السلام، ساعدت علينا هي تنشر فكرة ثقافة التعايش السلمي. بكل تأكيد الرياضة عندها دور مجتمعي كبير جدا وإسهام فاعل تاريخيا كما ذكرتي وحتى على مستوى وطننا الحبيب السودان الرياضة ظلت دائما هي يعني تدعو للوحدة وتنبذ الفرقة، والرياضة ظلت تقوم بأدوار كبيرة جدا جدا في فترات الحروب وفي فترات عصيبة جدا، ونتمنى إنه إن شاء الله يتواصل هذا الدور لرياضتنا الحبيبة ولسوداننا الحبيب بإذن الله إن شاء الله. طب إحنا بنتكلم عن الوضع الحالي، شنو ممكن تكون شكل الدعم اللي ممكن يعني يقدم من خلال الرياضة وإنه هو يساهم في نشر ثقافة السلام؟ هل ممكن تنظيم مثلا مباريات؟ هل ممكن تكون مشاركات؟ يعني عايزين نفهم كيف شكل الحالي الدور ممكن يكون كيف يتفعل. طبعا حاليا نحن نسأل الله إنه ربنا يعني يلطف بالبلاد ويصلح الحال ويغرب الفرقاء ويجعل الناس كلها قلبها على البلد، والرياضة دورها كالمعتاد إن هي بتسهم عبر تنظيم المباريات سواء في كرة القدم أو المناشط الرياضية الأخرى بشكل عام، تنظيم الفعاليات. وأنا أحسب إنه فتح الأبواب للجماهير في الفترة الأخيرة كان له دور كبير جدا في انه يعني يعكس صوره جيده عن السودان مغايره لما يتصدر في كثير من الاشياء. هنالك حاليا حراك لتنظيم اكثر من فعاليه رياضيه في مناطق الحروب وفي عدد من بقاع السودان، نسأل الله انها تكتمل بنجاح، وواثقين جدا انه السودانيين مهما تفرقوا ومهما اختلفوا هم في النهايه اخوه واشقاء يجمعهم اكثر مما يفرقهم باذن الله ان شاء الله. طب الشعب السوداني هو اغلبه طبعا محب ومتابع بشكل جيد للرياضه زي ما تفضلت، وتحديدا طبعا رياضه كره القدم من خلال الانديه الجماهيريه اللي هي معروفه تماما كالهلال والمريخ ومجموعه الانديه المختلفه، وده طبعا بتمثل اكيد ولايات والمنتخب الوطني، فكيف ممكن الاستفاده من الدور ده وكيف ممكن يقوم يعني يكون تفعيله والانديه دي ان هي تلعب دور اكبر في الجانب بتاع نشر الثقافه ده؟ وحاليا المنتخبات والأندية كلها تلعب دور الرسالي في اتجاه نشر ثقافة السلام بشكل عام وفي نشر المحبة وفي إرساء دعائم. أنا أعتقد أنه كما ذكرتي كرة القدم في السودان هي لعبة شعبية الأولى بلا منازع، وكلنا نعلم يعني بلا مساحيق أن هلال مريخ في كل بيت سوداني، وده بيأكد أنه الرياضة عندها يعني وجود كبير جدا، وكرة القدم على وجه التحديد غادرة على أن تخلق واقع مغاير بإذن الله عبر جماهيرية الطاغية وعبر حضور الكبير وعبر متابعة من عدد كبير خاصة من شريحة الشباب إن شاء الله. جميل. طب الإعلام الرياضي عنده طبعا أكيد تأثير على الجمهور، كيف نقدر نفعل الجانب ده كجانب إيجابي وشو الدور ممكن يتحقق ده طبعا كرسالة لكل الناس اللي هي في الجانب بتاع الإعلام عموما والإعلام الرياضي بشكل خاص؟ أنا في تقدير الخاص إنه الآونة الأخيرة هي شهدت قفزة كبيرة جدا للسوشيال ميديا جعلتها تأثيرها أكبر بكثير يعني، ولكن الإعلام الرياضي يظل هو ركيز ومرتكز ويظل هو صاحب رسالة وصاحب تأثير بكل تأكيد يعني على الشارع الرياضي بشكل خاص وعلى الشارع السوداني بشكل عام. إن شاء الله صياغتنا كبيرة من غير يعني تذكير ومطالبة إنه الكل سيقوم بدوره في نشر ثقافة السلام، في نبذ التفرقة والشتات والدعوة إلى التسامي
وفوق الجراحات والعمل على أن يكون الجميع أحبة وأشقة حتى يعبر السودان إن شاء الله من هذه المرحلة الخطيرة في تاريخه. نعم طبعا عايزين نفرد مساحة للمنتخب الوطني الكافي، يعني عنده طبعا رسالة واضحة جدا تجاه أنه التعايش وفكرة الانسجام بمختلف طبعا مكونات الفرق، يعني هي بتنضم أكيد للمنتخب الوطني، فكيف الدور ده هو فاعل، كيف أنه هو أصلا زي ما أنت ذكرت طبعا قبل شوية أنه هو أصلا حاجة حاصلة يعني، لكن برضو عايزين نقيف عليها أكثر ونديها حقها. طيب أنا عمليا لا يحق لي أنه أتكلم عن الأشياء الرسمية اللي حيقوم بها المنتخب في الفترة الجاية، لكن أنا أؤكد أن المنتخب لديه برنامج كبير جدا سيكون في إحدى ولايات السودان بهدف التعايش السلمي الذي تم إحياء أكثر من دورة له في عدد من مدن السودان. المنتخب إن شاء الله قادر على القيام بدوره والغائمين على أمره أكثر وعيا لهذه الناحية وأكثر تحمسا، وهم مشاركين دوما في الفعاليات الخاصة بالسلام والتعايش السلمي والأنشطة الشبابية وما إلى ذلك. فإن شاء الله منتخبنا كما العهد به ومنتخباتنا عموما وليس المنتخب الأول فقط سيتكون حضور في هذه الفعاليات الكبيرة إن شاء الله. يا سلام، حديك تبقى رسالة أخيرة توجه فيها أكيد يعني كلمة للمجتمع وللجهات المعنية. الكلمة الأخيرة، أنا أشكر في البدء سوداني 24 على هذه الاستضافة، ورسالتي للجميع أن نضع السودان أولا، أن نتسامى فوق الجراحات الخاصة، وأن يكون الجميع قلبه على هذا البلد حتى يعبر، ولو لم يتم تقديم تنازلات من كل الفئات لن يعبر السودان وسنكون في حلقة مفرغة من الصراعات. يا سلام، سعدنا جدا أكيد يعني بوجودك بكل المعلومات اللي انت ذكرتها، وأكيد إن شاء الله الأدوار هي تتفعل مرة تانية والفاعل يظهر لكل الناس عشان ما كده احنا برضو عندنا دور في نشر ثقافة التعايش السلمي. سعدت جدا مرة تانية بوجودك طبعا، وإن شاء الله رب دائما الناس تكون عايشة في سلام ومحبة وتنشر أكثر. شكرا جزيلا. أكثر سعادة. شكرا الله يديك العافية إن شاء الله.